السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في قناة بيتي مملكة حياتي. لو اول مرة تشوفي القناة وعجبك المحتوى، يا ريت تعملي اشتراك ولايك، ويا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك كل اللي انا بقدمه. النهاردة هنعمل مع بعض الدجاج الكريسبي. هنتبل الفراخ مع بعض، نحط معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسود، معلقة بابريكا، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، نص معلقة جنزبيل باودر، معلقة بهارات فراخ، وهنحط نص كوباية زبادي أو معلقتين كبار، معلقة مستردة، ومعلقتين كبار خل، نص معلقة جنزة سوري زعتر. هنقلب كل المكونات مع بعض، هنحط فيهم الفراخ البانيه، هنقلبهم كويس التتبيلة، وهنشيلها في التلاجة ونسيبها في التتبيلة حوالي 3 ساعات. معانا هنا صدور فراخ بعد ما تبلناها بقى وشلناها من التتبيلة، كل هي طبعا كانت فراخ بانيه، كل صدر قسمته نصين كده بالطول، وهنا معلقتين دقيق، وهنا بقسماط. هنعمل ايه بقى؟ هنحط على الدقيق شوية مية، هنحط عليهم ربع معلقة ملح كده، وبصل بودر، رشة برضو، ورشة توم بودر، رشة بابريكا. هنقلب كده كله مع بعض، واحنا عايزينها تعمل يعني ممكن نزود شوية مية كمان، عايزينها تبقى عجينة او مش عجينة يعني تبقى سايلة كده نفس قوام الكريب. هنفضل نزود مية بشوية بشوية، نضربه كويس عشان مبقاش فيه اي تكتلات. بعد كده هنجيب قطعة الفراخ هنحطها في الخليط ده كده، بعد كده هننزلها في البقسماط، هنعمل نفس الموضوع ده تاني، ننزلها اخر مرة في البقسماط، اهي بقت كده بالشكل ده. هنحطها بقى في صينية او طبق كده ونشيلهم في الفريزر، هنخلص الكمية كلها، اما نحطهم في الفريزر نص ساعة
يا اما نشيلها في التلاجة حوالي ساعة لو مش مستعجلة عليها. ننزل في الخليط كده، يعني بقسماط، البقسماط ده اللي هو يعني الفتات بتاع العيش الفينو، بيتحمص وبعدين بيتطحن. انا كده خلصت الكمية كلها وهشيلها في الفريزر نص ساعة او في التلاجة تشيليها حوالي ساعة قبل التحمير ان شاء الله. تمام، يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل اللي انا بعمله. والسلام عليكم.